فري برنامج الثمرة معاكم النهاردة في واحدة من أكبر مجموعات الشركات اللي بتخدم القطاع الزراعي المصري 100%، لأن من المعروف إن مصر فيها وفرة من الأراضي الصالحة للزراعة واللي ممكن استخدامها لإنتاج مجموعة كبيرة من المحاصيل. مصر بتتمتع كمان بإمكانية الوصول للتكنولوجيا الحديثة والمدخلات الزراعية، ده لأن موقعها الجغرافي الاستراتيجي خلاها مثالية جداً للزراعة الموجهة للتصدير. وعشان كده إحنا النهاردة في مجموعة HM الاقتصادية قابلنا المهندس حمدي عبد الهادي المدير التنفيذي للمجموعة، اللي حكى لينا عن بداية المجموعة وهدفهم وسعيهم الدائم لطرح منتجات مصرية بأسعار منافسة تناسب الفلاح البسيط، واهتمامهم بوجود فريق للدعم الفني علشان يشرح أهمية المنتجات اللي بتناسب الأجواء والظروف الحالية من تغير المناخ وطرق الاستخدام الأمثل ليها، وعن تعدد المنتجات عندهم اللي بتناسب جميع الأغراض ووجود أكتر من 200 منتج مطروح بالسوق المحلي. مش بس كده، دول بيصدروا منتجاتهم للسعودية وبيخططوا للوصول للأسواق الإفريقية، ده غير مشاركتهم في المشروعات الحكومية الكبرى، ده لأنهم بيقدروا يوفروا كميات كبيرة من المنتجات تناسب مساحات الأراضي المختلفة. والمجموعة بتسعى دايماً لإفادة الفلاحين بمنتجات جديدة مجدية بأسعار منافسة، وده الهدف اللي ساعدهم على الاستمرارية من خلال تجربهم للمنتجات قبل طرحها بالأسواق علشان يتأكدوا تماماً من جودتها، وده بيساعد على المنافسة في الأسواق، الجودة العالية والسعر المناسب وتوفير المنتجات في ظل الظروف والأزمات. المهندس حمدي عبد الهادي المدير التنفيذي لمجموعة HM الاقتصادي، أهلا بك. أهلا بك، شرفتونا. مجموعة HM معروفة في السوق، لها وزنها في السوق، بتقدم جميع المنتجات النهاردة اللي بتخدم المزارعين. لو هنعرفها باختصار، HM الاقتصادية هي مجموعة شركات مصرية شغالة برأس مال مصري 100%، ووكلاء لمجموعة مصانع مصرية زي المتحدون للتنمية الزراعية والعبور للأسمدة والكيماويات الزراعية، وبيجي تحتهم الوكلاء والموزعين شركة الحياة للمشروعات الزراعية. وطبعا دي شركة لها باع كبير في السوق المصري، بقى لنا أكتر من 15 سنة. والمستحدث شركة فالكون للمشروعات الزراعية، بقى لنا رابع سنة السنة دي إن شاء الله برضه يعني. ومن تحتنا مجموعة وكلاء اللي حوالي 7-8 وكالات لشركات مصرية تانية الحمد لله، شغل لهم بنظام التصنيع لحساب الغير، وكالات خاصة يعني. والحمد لله رب العالمين، يعني لنا اسمنا وتقلنا في السوق، وهدفنا دايما منتج مصري بأسعار منافسة ونتائج كويسة توصل للفلاح البسيط. تمام، احنا لو هتكلم عن انتاج، انتاجنا كل محل صح؟ هنتكلم النهاردة على الخامات المستوردة. النهاردة زي ما عارف حضرتك ان مستلزمات الانتاج سعرها عالي، احنا النهارده بنوازن زي ما بين التكلفه وبين السعر اللي بيوصل السوق النهارده للفلاح الصغير. والله احنا بنحاول نوازن المعادله، ان احنا بنستورد مواد اوليه او مواد خام من الخارج ونعمل لها اعاده تصنيع في مصانع مصريه وبعماله مصريه وبايد عامله مصريه، علشان نقدر نوصل ان احنا نجيب سعر في المتوسط. لان انا اقول لك لو استوردنا منتج نهائي من بره دلوقتي مع مشاكل الدولار ومع الاسعار، الاسعار هتبقى غاليه جدا والسوق مش هيتقبلها بنسبه كبيره يعني. فاحنا بنحاول نستورد المواد اللي متوفر في مصر، طبعا بنجيبه من مصر، والمستورد بنستورده لحساب المصانع عندنا ونصنعه ويبقى تصنيع محلي. تمام، احنا قبل اللقاء كنا بنتكلم عن منتجات النهارده بتواجه المناخ المتغير، بتواجه الحر. بندخل ازاي مع الفلاح النهارده؟ بنقول له مثلا النهارده انا عندي منتج اهو، خد المنتج ده بيزيد الانتاج، ده بيواجه المناخ المتغير. هو ده بيرجع عندنا في المجموعه لفريق الدعم الفني، بيتوجه للمزارعين وبيتوجه للساده اصحاب المحلات المهندسين اللي احنا بنشتغل معاهم في المزارع،
عندنا مجموعة منتجات بيبقى لها دور في المناخ المتغير. يعني احنا مثلا في ذروة حرارة دلوقتي، فالنبات دلوقتي عنده مشكلة عشان الحر، فاحنا عندنا منتجات معينة بننصح بيها في الوقت ده. مثلا يعني في الوقت ده 4-5 منتجات انا بستخدمهم، بحاول اعمل كفر على الـ على الـ على النبات بحيث انه ما يتأثرش جامد بارتفاع درجة الحرارة لحد مثلا المشكلة دي ما تعدي. بيجي يتعكس عندنا مثلا في الشتاء، عندنا منتجات البرودة الشديدة بتعمل في النبات السوائل جوه النبات، المية اللي هي المادة الحية اللي جوه النبات مثلا، البرد احيانا بيخليها تجمد. فعندنا مواد اسمدة متخصصة بتشغل السيولة بتاعت العصارة اللي جوه النبات. هل النهاردة المخصبات هي بديل الأسمدة؟ ناس كتير بتقول لك النهاردة لا أنا عندي مخصب خلاص، ما أنا مرشش سماد. بنسبة كبيرة خاصة مع ارتفاع الفظيع في أسعار الأسمدة، ناس كتير بقت بتتغاضى عنها بالمخصبات، وده حقيقة. يعني طالما بتجيب النتيجة أو بتجيب 80% من نتيجة الأحاديات، وفرق السعر طبعا بيبقى تقريبا بوفر 75% من تكلفة الأحاديات، فالناس بقت تستخدمها. تمام، احنا عندنا كم منتج النهارده في السوق المصري؟ والله احنا عندنا بسم الله ما شاء الله، يعني لو عدينا في مجموعه الشركات عندنا اكتر من 200 منتج الحمد لله رب العالمين. 200 منتج ده في السوق المحلي؟ بالظبط. تمام، الدوله النهارده كلها بتساعد النهارده المنتج المحلي عشان يتصدر بره. تمام. محتاجين دولار، احنا اخبارنا هنا في مجموعه اتش ام هنا. والله احنا الحمد لله بنصدر للسعوديه، وعلى قد ما نقدر يعني بنحاول نفتح اسواق تانية في افريقيا الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله، شغالين على البلان دي وربنا يكرم ان شاء الله. يعني وكنا طبعا بنصدر السودان، بس في شويه مشاكل ربنا يحلها في السودان ونرجع نصدر لهم تاني ان شاء الله باذن الله. يعني تمام، احنا محتاجين اسواق تاني كمان. طب المعوقات اللي احنا بتواجه النهارده المصدر المصري النهارده عشان يروح يفتح سوق جديد، هل هي معوقات مثلا كاجراءات روتينيه بيروقراطيه احنا محتاجين ايه الفتره اللي جايه؟ هو بالفعل يعني في شويه مشاكل لما بنيجي نصدر مع الورقيات الحكوميه. تمام. هو احنا ليه ما نعملش نظام الشباك الواحد زي دول معينه؟ يعني احنا مثلا دوله لا كل احترامها زي السودان، لما كنا بنصدر لها كنا مخلص ورقنا كله في شباك واحد، موظف بيعمل لك كل حاجه. ليه انا عندي سايكل كبيره 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 لازم اروح كذا مكان كذا مكان عشان اخلص الورق؟ فدي لو اتحلت وبقى ابعت العلاقات العامه عندي تخلص الورق في مكان واحد، هتوفر وقت ومجهود وهتيسر لنا امور كتيره في ان احنا نصدر ونفتح اسواق جديده. تمام، احنا النهارده كمجموعه النهارده التعامل ازاي بيبقى مع المشروعات القوميه اللي بتعملها الدوله في القطاع الزراعي؟ عندنا مشروعات كبيره النهارده الدوله بتقوم بيها، احنا بنتعامل معاهم ازاي؟ والله احنا دايما الشغل مع المشروعات القوميه والمشروعات الكبيره بيبقى من نظام المناقصات. فلما بنتبلغ ان في مناقصه او في شغل بنقدمه، ولو رس علينا العطاء الحمد لله بنقدر نوفر الكميات المطلوبه من النووي. احنا الحمد لله يعني في كذا قطاع من المشاريع القوميه في شارع العوينات الحمد لله بنشتغل معاهم كويس الحمد لله رب العالمين. الفلاح النهارده محتاج حاجه كويسه بسعر كويس وبيزيد الانتاج، احنا في المجموع احنا بنقدم ايه للفلاح بقى؟ والله هو احنا مش من النهارده، هو احنا من يوم فكره المجموع او فكره شركة المتحدين للتنمية الزراعية نفسها من 25 سنة، كان دايما الأونر أستاذنا الأستاذ الدكتور أحمد أبو اليزيد كان دايما يقول لك إيه، أنا عايز أعمل حاجة الفلاح اللي ما يعرفنيش يدعي لي بظهر الغيب. فإحنا شغالين على المبدأ ده من يومها، إن أنا أعمل حاجة كويسة سعرها كويس وتعمل نتيجة كويسة، والحمد لله نتيجة لده كبرنا وتشعبنا والمصنع بقى 2 والشركة بقى 2 و3 و10، لأن ده نجاح. لو كان غير الهدف ده كنت مش هتلاقينا الحمد لله في مصاف الشركات في مصر بفضل الله. يعني تمام، احنا هنا في المجموعة عندنا فريق دعم طبعا بيتابع مع المزارع والفلاح الصغير من بداية الزراعة، بيتعامل معاه ازاي بقى؟ يعني النهاردة انا بيطلب منتج معين، فريق الدعم بيتعامل معاه ازاي؟ بص، لا هو فريق الدعم مش بيروح بمنتج للعميل للمزارع كمتابعة، هو بينزل الأرض حضرتك، بينزل المزرعة، والله أنت عندك المشكلة في الزرع ده 1 2 3، ودايما احنا دايما بنقول لهم ما تقولش الحل من عندك بس، والله أنا شركتي بتقدم الحل ده،
حضرتك لو بتشتغل مع حد ومش بيشتغل معايا او بشركه تانية او شغال منتج تاني وحضرتك مقتنع بيه، هو هيحل لك المشكله برضه. ده رقم واحد. رقم اتنين المتابعه. ده اروح لك بعد اسبوع بعد 15 يوم، طب المشكله اتحلت ولا لسه؟ طب اتحلت الحمد لله، تليفوناتنا معاكم، لو في اي حاجه احنا تحت امركم. ما اتحلتش نشوف، دايما بيبقى عندنا في متغيرات، يعني ممكن يبقى في مشكله من اسبوع اتحلت وظهر مشكله جابت مشكله تانية. يعني كان مثلا في نوع من الحشره معينه وعالجه، وبعدين خلال اسبوع يجي مرض فطري فيروح للارض يعد عليه نفس الكلام، لا ده هيبقى حله هنستخدم مبيد كذا وكذا وسماك كذا كذا من عندنا او مش من عندنا برضه. وانا معاك في اي وقت بالتليفون 24 ساعه. احنا بالمناسبه تليفوناتنا 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع ما بتقفلش. وطبعا عندنا كول سنتر متابعه عملاء، اي حاجه العميل بيحتاجها مكالمه او واتساب او اي حاجه برضه بنرد عليه، والى جانب الصفحات طبعا، يعني الرسائل اللي بتيجي على الصفحه. تمام. المحاصيل البستانيه زي مثلا المحاصيل التصديريه سواء العنب سواء المانجا سواء الفراوله، احنا ليهم مخصب معين عندكم صح، ولا هو نفس المخصب اللي بيتعامل معاه الفلاح الصغير؟ بص، هو السماد واحد لكل المحاصيل، بس هي بتفرق في توقيت استخدام السماد ده للزرع ده في الفتره المعينه من عمره النباتي. فهي بنتكلم مثلا عن عنصر بوتاسيوم، مفيش نبات ما بيحتاجش بوتاسيوم، بس النبات ده بيحتاجه في وقت امتى، بدوز قد ايه، تركيز قد ايه في الوقت ده. فانا وانا بحطه انا عايز ايه من النبات، عايز مجموع خضري، عايز مجموع زهري، عايز مجموع سمري، دي اللي بتختلف. انما الاسمده بتشتغل لكل انواع المحاصيل الحقليه، الخضار والفاكهه والمسطحات وكل حاجه. بس معانا كاحنا متخصصين في الزراعه النهارده بيقول لك الخلطه السريه لمخصب معين ما يكونش عليه اسم، هو بلاش كلمه مخصب معين عشان احنا عندنا في شركه منتج اسمه المخصب. عشان ما تتاخدش عليها. ماشي تمام. فبلاقي كده الناس تقول لك لا ده هو ده كويس، ده كذا ده كذا، طب فين الرقابه فين كذا. احنا بنخش في المخصب بتاعنا ازاي مع في سوق تنافسي بقى مع الناس؟ هو انا حضرتك لما بروح للمهندس او العميل احنا بنسميهم لهم اسم عندنا في السوق، يعني الناس اللي هي بتعمل الخلطات دي بنسميهم يعني مش هنقول، احنا بنقول لفظ دارج يعني شويه، اللي هم عملة ازاز الميه الفاضيه. لان هو في الغالب بيجيب له ازازه ميه فاضيه او بيبسي اي حاجه لتر ونص 2 لتر، حط له فيها حاجه وقول له خد الخلطه السريه هي. طب ماشي ممكن يحلل المشكله بالمناسبه، يعني لانه بقى حاطط كذا مبيد على بعضه يعني، بس انت عارف البي اتش اي بتاعه قد ايه، فتره بقائه في الارض، انت عارف تاثيره على المحاصيل، انت عارفه مسرطن ولا مش مسرطن. ما تشتريش حاجه مش عارف الداتا شيت بتاعتها، عشان انت ممكن تحل مشكلتك بس هتاذي شعب، هتاذي ناس، فهتشيل ذنبهم. فطبعا اي حد بندخل معاه في التراك ده لا احنا بننسحب، يعني مش شغلنا وما بنشتغلوش. تمام. النهارده مجموعه اتش ام عملت منتج جديد هيتم طرحه في الاسواق، احنا بننسق ازاي مع الجهات اللي في وزاره الزراعه؟ طبعا الاول بيبقى قبل ما نعمل منتج بيبقى خدنا شهاده التسجيل بالرقم بتاعها، طبعا هم على قبل يدونا الشهاده بياخدوا عينات وتجريب والكلام ده كله، وبعد كده احنا كدعم فني عندي في الشركه وبتاع المصانع بتبدا يعمل لنا عينات من المنتج الجديد بالدوس والنسب، ونبدا نبعتها في كذا مكان، في ارض الصعيد، في ارض الدلتا، في ارض الصحراوي، علشان احنا لما نكتب الداتا شيت ونكتب الاستيكر نبقى كاتبين التركيز اللي ان شاء الله يعني ايه يجيب النتائج الكويسه مع الناس كلها. نجرب احنا الاول وبعد كده نبدا ننزل السوق، نعمل له حمله دعائيه مع عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق مهندسين الدعم الفني ومهندسين مبيعات وتسويق يتكلموا عن المنتج. في محاصيل بتحتاج مخصب معين خاصه في الخضر، في المحاصيل التصديريه احنا بنتعامل معاها ازاي؟ يعني احنا دايما بنيجي قبل السيزون، قبل الموسم، مثلا عنب في الصحراء مثلا هيبدا يلون، فبيبقى عايز كالسيوم مثلا بنسبه عاليه جدا، بس مش عايز علينا نيتروجين عشان ما يطلعش في التحليل. نبدا نضخ المنتجات مثلا اللي فيها نسبه الكالسيوم عاليه بدون نيتروجين، عارفين ان السيزون ده هيشتغل فيه الحاجه دي. طب عندي مثلا في 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 في, في الصعيد موسم مثلا بصل وتوم، عندي منتج معين هيشتغل في الفتره دي عشان التحجيم في البصل والتوم، نركز فيه
مع المهندسين ومع الدعم الفني انه يبقى متواجد وهم متواجدين ينصحوا بالناس انها تستخدمه. يعني بنوجه الناس حسب السيزون الشغل بتاعه ايه. تمام. بالنسبه للاحجام بقى، احجام العبوات، يعني مثلا النهارده فلاح عايز عبوه معينه احنا بنوفرها لها هنا. احنا بنشتغل من اول المزارع ال 5000 وال 10000 وال 20000 فدان لحد اللي على راسنا المزارع اللي عنده 2 قراط. فانا عندي احجام من اول 100 مللي و 50 مللي لحد عندي تنكات 1000 لتر. لازم اوفر للمستهلك اللي هياخد المنتج بتاعي الحاجه اللي هو محتاجها. عندي جميع الاحجام يعني في منتج ممكن واحد يبقى عندنا 5-6 احجام، في حجمين صغيرين مثلا بيشتغلوا في الزراعي، في حجم كبير عشان مساحات المزارع بيشتغل في الصحراوي، في حجم وسط بيشتغل في الصعيد. فبنوفر الاحجام اللي السوق محتاجها طبعا، لان دايما السوق اللي بيطلب مننا كده، يعني مش احنا بنعملها عشان عايزين نعمل احجام، لا، السوق على حسب حجم العميل وحجم الارض اللي عنده اللي هو بياخد كميه الرش اللي هي ايه تكفيه وما تتبقاش حاجه عشان ما يقفلهاش ويسيبها، فاهمني، يخلص العبوه بتاعته على حجم ارضه. تمام. منافسه قويه النهارده في السوق بين الشركات، احنا ازاي النهارده بننافس بالمنتج بتاعنا؟ بننافس بجوده، بننافس بسعر، بننافس بتوفير المنتج في الظروف دي، ودي اهم يعني اهم سلاح في المنافسه دلوقتي، ان انت تقدر توفر المنتج في الظروف اللي احنا فيها، واحنا بفضل الله موفرين المنتجات بفضل الله، يعني الحمد لله. تمام. انا كنت عايز اسالك عن العبوه، احنا النهارده بنستوردها ولا بنصنعها هنا؟ انا بشوف في مصانع كتير عامله مصانع بلاستيك كعبوات، احنا بنستوردها ولا بنصنعها هنا؟ لا لا، هي مش من عندنا، بس من مصانع بلاستيك مصريه كتير. يعني هو زمان كان دايما المصنع يشتغل مع مصنع بلاستيك واحد، مع الازمه اللي حاصله وازمه خامات البلاستيك في العالم كله لازم يبقى عندك اكتر من سورس، اكتر من مصدر للبلاستيك. فتقريبا احنا شغالين مع اكبر يعني 4-5 مصانع، وبنفكر جديا بالفعل ان احنا نعمل مصنع بلاستيك تبع المجموعه عشان نوفر احتياجاتنا. احنا بنحتاج كميات مهوله من البلاستيك عشان عندنا اصناف كتيره واحجام كتيره. تمام. لو هتكلم عن خطتنا لمجموعه اتش ام الاقتصاديه، خطتنا اللي جايه ان شاء الله. خطتنا اللي جايه ان احنا نبقى في كل فدان في مصر، في كل مكان في مصر. دلوقتي بقى عندنا خطه كمان ان احنا نبدا نفتح فروع الشركه في اماكن ان شاء الله باذن الله التانية، بحيث ان انا يعني عندي مهندس من اسوان ما تعبوش عشان يجي للقاهره، لا، اعمل له فرع قريب منه يبقى شغله فيه هناك وبضاعته جنبه هناك وحساباته هناك والكلام ده. ان احنا خطتنا الخمسه ان احنا هنعمل الفروع لمجموعه اتش ام الاقتصاديه في اكتر من مكان، يبقى سنتر قريب من المهندسين ومن طاقم البيع، وبقى كل قطاع مستقل بذاته. بس احنا عندنا هنا في شركه في المجموعه هنا وكلاء وموزعين على مستوى المحافظه. طبعا. لا، احنا عندنا مهندسين مبيعات في الشركات عندنا، وعندنا وكالات دول اصحابها واخدينهم وهم عندهم مهندسينهم ومكاتبهم والكلام ده. يعني احنا بفضل الله لو بنتكلم على السين هنا مش اقل من 70-80 مهندس ودعم فني ومديرين وعلاقات عامه وحسابات ومخازن والكلام ده. وعندنا طبعا 7-8 وكالات بفضل الله برضو ناس واخد تاخد مننا بنصنع لهم وهم عندهم شركاتهم. تمام. مجموعه اتش ام الاقتصاديه النهارده منتج جديد هيطرح مثلا الفتره اللي جايه؟ والله احنا يعني انا كنت في مصنع الصبح النهارده، يعني قبل ما تشرفونا احنا عندنا منتجين نازلين جدد، منتج ان شاء الله معالج ملوحه. طبعا احنا عندنا في الشركه منتج فريسال ده من التوب 10 في معالجات الملوحه في مصر، الحمد لله رب العالمين يعني. بس احنا كمان عملنا منتج جديد ان شاء الله يبقى مفاجاه للسوق المصري كمعالج ملوحه، كميه السماد اللي بتستخدم في العلاج والسعر ان شاء الله نازل خلال اسبوعين باذن الله، هيبقى يعني ان شاء الله هيعمل بامب جامد في السوق المصري باذن الله. انا مش عايز اقول عنه حاجات كتير لما ينزل، بس هو خلاصه افكار وحاجات كده اللي هي ايه حاجه مختلفه جدا عن اللي موجود كله في السوق المصري باذن الله ان شاء الله. تمام. انت شايف النهارده في متغيرات كتيرة في العالم وخاصة في المناخ المتغير. تمام. يعني احنا محتاجين النهاردة منتج يواجه المناخ المتغير. تمام. يزيد الانتاج. تمام. وبسعره كويس. هو ده اللي احنا بنشتغل عليه، وده سبب ان الحمد لله الاستمرارية، وان احنا دايما خطواتنا لقدام مش لورا بفضل الله يا رب العالمين. لو هنوجه رسالة هنوجهها لمين؟ هو كذا رسالة. اول حاجة لوزارة الزراعة، نهتم بالجمعيات الزراعية
وبالمشرفين الزراعيين بتوع زمان اللي كانوا بيعدوا على المزارعين وينصحوهم يعملوا ايه، لانه ده انقرض. واحنا صغيرين كنا فاكرينه زمان مهندس ابو عجله او موتوسيكل جاوا اللي كان بعد ده كله انقرض. فالناس دلوقتي كتير من محلات الاسمده والمبيدات بيبقى صاحب المحل مثلا موظف او مهندس في شغل تاني، فبيجيب بنت صغيره او شاب صغير يقف في النار. هو مش فاهم، عارف احنا ما نفرقش عن الصيدله، ما ينفعش مش دكتور يقف في الصيدليه لانه هيديك تشخيص غلط وعلاج غلط. نهتم بالمشرف الزراعي شويه علشان لما يبقى مشكله عند الفلاح يبعته يجيب الحاجه اللي هتحل المشكله مش حاجه تانية. دي لوزاره الزراعه. لنفسي قبل اي حد اقعد كل يوم اتعلم حاجه جديده. عمري ما اقول ان انا وصلت لحاجه معينه، لا انا لسه ببدا كاني متخرج من الكليه امبارح. للناس اللي بتشتغل معايا في السوق تحت، المهندسين والمشرفين والمديرين والمبيعات والتسويق والدعم الفني، احنا قاعدين في المكتب وحضرتك شايف درجه الحراره وشايف الحر، هم راكبين عربياتهم على الطرق وفي الصحراء وفي الجبال وفي كل الاماكن. شكرا ان انتوا شغالين تحت الضغوط دي وفي الحر ده وفي البرد وفي المطر وسايبين بيوتكم واهاليكم. ودايما بقولها انتوا اللي الدراعات والرجلين بتاعتنا، ربنا يبارك فيكم ودايما في زياده يا رب ان شاء الله. كرو او الطاقم اللي معايا في المكتب، الحسابات والسوشيال ومتابعه العملاء والاوفيس، كل الناس كلكم يعني جزء من نجاح المنظومه وربنا يوسع على الجميع. ودايما كلنا يعني ان شاء الله كلنا تيم واحد وفريق واحد ان شاء الله. رساله خاصه للمزارع المصري. رساله للمزارع المصري، مصر بلد زراعيه. احنا في نرجع للاصل، يعني احنا مزارعين. احنا في الصحراء الغربيه زمان كنا بناكل العالم كله، كنا سله غلال العالم، وهي الدوله متجهه للصحراء الغربيه، اغلب المشاريع بقت بتعمل في الصحراء الغربيه. انت راس مال البلد دي المزارع، لان احنا بالفعل بلد زراعيه. وعلى فكره احنا السنه دي في التصدير الحمد لله من اسباب الكبيره دخول الدولار في مصر تصدير حصيلات الزراعيه السنه دي من اعلى الدخول، والحمد لله العنب السنه دي كان تصدير كويس، والفراوله محتل المركز الاول في الموالح برضه والموالح ما انا اقول لك والبطاطس. فلا احنا مصر بلد زراعيه من ايام الفراعنه، فنهتم بيها شويه. وطبعا على راس المنظومه دي كلها الفلاح، هو اساس كل حاجه بعد كده هتيجي ان شاء الله باذن الله.